بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. جماعة اللي عمالين بيتكلموا كتير على عنصر البوتاسيوم، تمام، عنصر البوتاسيوم وعلاقته بالتحجيم بتاع الثمار سواء في الطماطم او 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 مفيش شك يا جماعة ان الثمار بيدخل فيه كتير من الحجم بتاعها بصراحة عنصر البوتاسيوم. ولكن اللي عايز احب اقوله لك ان النبات ده هو عبارة عن عمارة، اي عمارة انت بتبنيها، تمام، كل واحد في العمارة دي ليه وظيفة، تمام، عشان في الاخر تطلع بشكل ممتاز او شكل جمالي للعمارة دهيا وتصلح لي ان هي تتسكن. كل واحد ليه دور، النجار ليه دور، بتاع الخرسانة ليه دور، الرجل النقاش ليه دور، الرجل بتاع السباكة ليه دور، اللي بحط البلاط ليه دور، كل واحد ليه دور. لو عديت الأدوار بتاعت الناس دي كهربائي وغيره هتلاقيهم تقريبا هم العناصر بتوع النبات، يعني تمام، العناصر بتاعت النبات دي مفيش واحد بينفصل منهم عن الآخر، كله شغال في الآخر في العمارة اللي قدامك ده. هي دي عمارة من تحت لحد فوق، دي بنعتبرها عمارة، تمام، بالفلاحي خالص أنا بعتبرها عمارة، كل واحد ليه دور فيها، تمام. مش النهاردة يا جماعة انا ما احطش بوتاسيوم خالص واقعد نايم واجي الاقي التحجيم عندي صغير اقول لا دي مشكله البوتاسيوم، مش مشكله البوتاسيوم. ليه؟ لان انا بقول لحضرتك ساعه ما تلاقي او وقت ما تلاقي الثمار عندك صغيره انا عايزك تحط تحت كل نبات من دول كيس بوتاسيوم، كيس بوتاسيوم 50 كيلو، تمام، ولا هيعمل حاجه، ولا هيعمل حاجه اطلاقا، لا هيكبر ثمره ولا الحجم بتاع الثمره هيزيد ولا اي حاجه خالص. امال ايه؟ لابد من الاول حضرتك تعرف ان البوتاسيوم ليه دور زي وزي العناصر التانية. مش معنى ان انا في المرحلة الاولى ان انا بحطش بوتاسيوم، ما حطش بوتاسيوم في المرحلة الاولى في النبات ليه؟ لو انا حطت بوتاسيوم محبب في التربة عندي، جايب سلفات بوتاسيوم محببة وحطتها في التربة، يبقى النبات ومادة عضوية، يبقى النبات مع نفسه كده الفترة اللي هي قبل التزهير. لما يجي التزهير ابدأ اضيف بوتاسيوم، ان كان في صورة سائلة، ان كان اسف في صورة نترات وهي افضل صورة، او في صورة سائلة رشا على الاوراق، ده اللي اقدر اقوله لك، تمام. وافضل صوره انك ترش الرشا يعني ان هي تكون نترات البوتاسيوم، وافضل صوره برضو في الاضافات الارضيه ان هي تكون نترات البوتاسيوم، تمام. طب انت ما عندكش نترات بوتاسيوم، تعمل ايه؟ اللي تحت منها على طول سلفات البوتاسيوم عشان تكون امن مع حمض النتريك، تخلطهم الاثنين مع بعض مع ميه، تبيتهم في بالليل في عبوة بلاستيك، وتصبح الصبح تبدأ تحقنهم في الري بالتنقيط بتاعتك، هتلاقي النبات ماشي معاك كويس. اما يا جماعة الخير ما ينفعش انك انت تقعد نايم على ودانك وتيجي تلاقي الثمرة صغيرة، تمام، وتقول والله انا عندي نقص بوتاسيوم وهبدأ اشتغل في البوتاسيوم. على فكرة البوتاسيوم بيدخل في 50 انزيم داخل النبات، البوتاسيوم بيتحكم في عملية فتح وغلق الصغور بتاعت النبات، يعني عملية النتح وعملية كل العمليات الحيوية اللي بيدخل فيها البوتاسيوم. البوتاسيوم نشيط جدا، او ما بيسموه وزير النقل والمواصلات دايما كده في النبات، فدايما تاخد بالك من تسميد البوتاسيوم من وان دي، من اول يوم، تمام، من اول يوم وانت تسمد بوتاسيوم. ولو عندك طماطم يا عم الحاج ما تبطلش تسميد في الطماطم الا قبل انتهاء الجمع ب 15 او 20 يوم، غير كده احنا ما بننصحكش. في وقت الاثمار بيبقى فيه منافسة على البوتاسيوم من حاجتين، الجدر عايز يمتص بوتاسيوم والثمار عايزة بتاخد برضو بوتاسيوم عشان تنمو وتكبر، تمام. انه فيهم الغلبة بتكون لمين؟ بتكون للجدر. طب الثمار فوق وخصوصا في الشتاء تحاول تساعدها بشوية بوتاسيوم سائل، وفي مليون مركب سائل ميتالوسايت عندهم، مركب امريكي كويس الميتالوسايت ده هو بتاع اللي فيه بوتاسيوم عالي، الاجروليف والنتروليف برضو عندهم بوتاسيوم بيستخدم في التسميد الورقي، ولازم تفرق بين اللي انا بستخدمه ارضي وان انا بستخدمه في التسميد الورقي. التسميد الورقي هو قد يكون نفس العنصر، ولكن كل شركة كده لها يعني ممكن تأكل فراخ مشوية، تمام،
هي نفس الفراخ وهي نفس لحم الفراخ، بس تروح الجماعة بتوع كنتاكي تلاقيهم ممكن تكون فراخ يمكن أقل جودة كمان، ولكن نتيجة للطهي الكويس تبص تلاقيهم عاملينها يعني ما شاء الله كده، تاكل حاجة كويسة جدا ومستطعم نتيجة للخلطة يعني اللي هم حطينا. هي نفس القصة، البوتاسيوم هنا هو هنا، ولكن بتاع التسميد الورقي عامله في صورة كده للنبات، النبات يعني يتلهف عليها اول ما يشوف الصوره اللي فيها البوتاسيوم دوت، ان كان بيحطوا بقى احماض امينيه او حاطينه مع فيتامين معاه والحاجات ديت. المهم بتبص تلاقي المردود بتاع الرش بتاعك باين على النبات من تاني يوم على طول الصبح، بتلاقي الورقه منوره والثمره ابتدت. وطبعا ده انا والله جربتها كتير، وخصوصا في الخيار يا جماعه اللي قدامكم ده، خيار ده هو يعني انا لما برش تسميد ورقي تقريبا بيكسر عليا يوم، يعني انا في الشتاء لو بجمع يومين والثالث لا انا بجمع يوم ويوم، تمام؟ ليه؟ لما بضيف أسمدة ورقية كتير ببدأ أشتغل أسمدة ورقية وأرضية وأبدأ أدير قصة التدفئة اللي أنا قلت عليها، صح؟ ببص ألاقي الإنتاج عندي في الشتاء تقريبا يعني بيختلف عن الصيف، بيفوت يوم واحد بس مش أكتر. بشكر حضراتكم وبتمنى إن ما حدش لو سمحتم ما حدش يسألني يقول لي اعمل لي برنامج تسميد، أنا ما بعملش برامج تسميد لحد، برامج التسميد موجودة على القناة ومنخبيش حاجة عن أي حد، اللي ربنا ادهولنا بنقولكم بكل ثقة وبكل شفافية وبكل مصداقية، تمام؟ اللي عايز على كده على راسي من فوق، اللي مش عايز برضو انت حر ما تشاهدش، اما انا مش هسيب شغلي واكل عيشي واقعد اكتب لك في برامج طول النهار. حضرتك مكسل انت حر، حضرتك ما انتش عايز تتعلم وعايز الحاجه تجيلك وانت قاعد نايم على السرير انت حر. الشباب اللي عمال بقول لك انا لسه خريج امبارح واول امبارح وعايزك تعمل لي برنامج تسميد، برامج التسميد موجوده، انت مش عايزين تتعبوكم تتعبوا نفسكم، وجوجل هو اعلم اهل الارض من غيري كمان، مجرد ما بتكتب المعلومه بتطلع لك. لو انت عايز تذاكر وعايز تبقى فعلا إنسان ناجح هتبدأ، أما لو أنت طبعا شغال بتأنتم طول اليوم يبقى كل سنة وانت طيب. بشكر حضراتكم وبتمنى التوفيق للجميع، شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.